أمير بومال الذي كان يحتج. هذه ركنية لمصلحة شباب الوزداد مرفوعة داخل منطقة العملية. إنه شعيب كداد، إنه شعيب كداد مرة أخرى يعود، آخر من سجل في الدربي يعود ويسجل هدف في هذا النهائي، ويلهب المدرجات ويحرك مشاعر أنصار شباب الوزداد بعدما حرك شباك المولودية، بعدما صعد فوق الجميع شعيب كداد مع عنتر بن كداد. ضرب بقوة، قلنا بأن الشباب عاد في الدقائق الأخيرة وبأنه بدأ يسيطر، قلنا بأن الكرات الثابتة قد تأتي بالحل. ضربها، أي هدية هاته لشعيب كداد في نهائي كأس الجزائر وفي ملعب 5 جويلية الأولمبي وأمام المولودية، وفي هاته الذكرى العزيزة يسجل أول أهداف في هاته المباراة التي بدأت تنشط وبدأت يصعد فيها. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.